وزنه بيوصل من 800 جرام لحد 1100 جرام، يعني بيوصل لكيلو و100 جرام او 150 جرام احيانا. تمام كده، ده فرد الحمام الواحد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو هنتعرف فيه على اضخم انواع الحمام في العالم كله. النوعين اللي هنتكلم عنهم النهاردة هم اضخم نوعين حمام ممكن تشوفهم في حياتك. النوع الاول هو الحمام الفرنش مودينا او الحمام الفرنش مونديان. فطبعا احنا عندنا هنا في مصر، بس عشان اخواتنا اللي بيزعلوا، احنا عندنا هنا في مصر بنقول عليه فرنش مودينا. تمام كده، طبعا كل بلد بتنطق الاسم بطريقه، فاحنا طريقتنا في نطق الاسم هي فرنش مودينا. فما تزعلش يعني لما تلاقيني بقول فرنش مودينا وتقولي لا يا مريم ده اسمه فرنش مونديان. طيب، النوع اللي بنتكلم عنه النهارده من اضخم انواع الحمام في العالم، ومن اسمه طبعا بنعرف ان هي حمامه فرنسيه. طبعا الحمام الفرنش مودينا حمامه منشاها فرنسا، طبعا موجوده تقريبا من حوالي 1930، من سنه 1930، يعني داخله في 100 سنه، كمان 8 سنين كده ان شاء الله تتم ال 100 سنه. طيب، الحمام الفرنش مودينا من اضخم انواع الحمام في العالم لان هو شكله ضخم. طبعا يا جماعه الحمام الفرنش مودينا من اضخم انواع الحمام في العالم واضخمهم شكلا، يعني الحمامه اللي تبص لها تحس ان هي فعلا اضخم حمامه في العالم، رغم ان هي في حمام اعلى منها في الوزن. تمام كده، فطبعا يا جماعه الحمام الفرنش مودينا وزنه بيوصل من 800 جرام لحد 1100 جرام، يعني بيوصل لكيلو و100 جرام او 150 جرام احيانا. تمام كده، ده فرد الحمام الواحد، يعني الجوز يعمل له كده ان شاء الله بتاع 2 كيلو 2 كيلو وربع. طيب، الحمام الفرنش مودينا ما بيعرفش يطير، عشان تبقى فاهم، من اكتر انواع الحمام اللي هي بتمشي على الارض بس. ففي ناس بتسميه الحمام الارضي، في ناس بتسميه الحمام الفرخه، تمام، او حمامه الفراخ. ليه؟ لان هي شبه الفرخه. ناس كتيره جدا لما حطيت الفيديو على اليوتيوب الفيديوهات الشورتس، حطيت فيديو للحمام الفرنش مودينا، ناس كتيره قالت لي ده تهجين فراخ ده، ولا دي فراخ، ولا دي ايه. فهو حمامه شبه الفرخه. ليه؟ لان هي الحمامه مدوره كده ومكعبره في بعضيها مستديره، تمام، فتبص تلاقي دماغ فرد الحمام فوق وديله ورا الدماغ كده، فتلاقي فرد الحمام ايه واخد شكل كده دائري شبه جسم الفرخه بالظبط، وديلها عامل زي ديل الفرخه وقصير قد كده. تمام كده، بس هي شكلها كمان اضخم من الفراخ. طيب، الحمام الفرنش مودينا زي ما قلت لكم بيعيش على الارض وما بيطيرش، فدوت بيحتاج لاماكن واسعه وبيحتاج لارضيه تكون حنينه عليه لان هو وزنه تقيل. فما ينفعش ان انت مثلا تربيه على ارضيه سيراميك او على ارضيه خرسانه، لازم ان انت تفرش له كده طبقه رمله عشان يعيش ويتعايش ويعرف يمشي ويشتغل ويتكاثر والكلام ده كله. تمام. طيب، الحمام الفرنش مودينا انتاجه عامل ازاي؟ الحمام الفرنش مودينا يعني ايه، ممكن يكون تقيل شويه في الانتاج، انتاجه في السنه من 5 عشوش لسبع عشوش، يعني بيطلع معاك في السنه من 5 تجواز زغليل لسبع تجواز زغليل. طيب، وزن الزغليل بتاعتها بيكون قد ايه؟ ممكن الزغلول الواحد منهم يوصل وزنه من 500 جرام لحد 750 او 800 جرام، ده الزغلول الواحد وزنه من 500 جرام من نص كيلو لحد 750 جرام، يعني كيلو الا ربع، يعني جزء الزغليل كده ان شاء الله يعمل له من كيلو لكيلو ونص. طيب، الحمامه ديت بقى ايه؟ عشان تبقى فاهم، تم انتاجها وتطويرها ليه؟ يعني ليه الحمامه دي انتجوها وطوروها وحسنوا في سلالتها لحد ما وصلوها للحجم والضخامه دي؟ عشان تكون حمامه منتجه للحم. طيب، ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان هي اتحولت من حمامه انتاج للحم لحمامه زينه. تمام كده، زي اللي كان هيحصل في الحمام اللحم الفرنساوي لولا انخفاض اسعاره. يعني الحمام اللحم الفرنساوي كان نفس النظام، كانت فرنسا عاملاه لانتاج اللحم. فطبعا الموضوع لما دخل عندنا في السلاله بقى والبيور، والحمام بدا اسعاره تعلى والطلب عليه كتير والكلام ده كله، وصل سعر جوز اللحم الفرنساوي لحد 550 و600 جنيه. فكانت خلاص بدات ان هي تخش خلاص في بند ان هي حمام الزينه، او حمامه بتتربى مش للذبيح وللاكل وانتاج اللحم، لا بتتربى عشان تكون حمامه زي حمام الزينه او الحمام السلالات والكلام ده كله، ويكون ليها سلاله وتكون مطلوبه. تمام، فالحمام الفرنش مودينا لما تم انتاجه وتطويره وتهجينه لحد ما وصل للحجم ده كان لانتاج اللحم بغرض الذبيح والاكل. تمام كده، فمع الوقت بدات ان الحمامه ديت تخش في بند الزينه، وبقت دلوقتي حمامه زينه وسعرها غالي جدا جدا جدا. ما تفكرش ان هي حمامه انتاج لحم وسعرها رخيص. سعر الجوز الفرنش مودينا عندنا هنا في مصر ممكن يوصل معاك بدايه من 5000 جنيه لحد 10000 و12000 جنيه، يعني سعرها دلوقتي بما يعادل من 300 دولار لحد 600 700 دولار. تمام كده، ده بالنسبه للناس اللي في الدول اللي بره اللي عايز تعرف سعرها عندنا في مصر هنا بيتراوح من كام لكام. طيب، تاني نوع معانا النهارده من اضخم انواع الحمام في العالم هو الحمام الروماني. فطبعا الحمام الروماني اللي احنا شايفين صورته قدامنا ده تقريبا هو اضخم واتقل نوع حمام في العالم.
وزن فرد الحمام الروماني بيتراوح من كيلو لكيلو ونص. يعني ممكن تلاقي فرد الحمام الروماني البيور وزنه كيلو لحد كيلو ونص، يعني كيلو 500 جرام. طيب الحمام الروماني برضو سلالة حمام قديمة جدا جدا جدا، أقدم بكتير جدا من الحمام الفرنش مودنا، يعني كمان يقال ان هو موجود من ايام الامبراطورية الرومانية، تمام كده، عشان كده تسمى بالحمام الروماني، حمامة قديمة جدا 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 وليها اصول قديمة جدا. طيب الحمام الروماني من اضخم انواع الحمام في العالم واكبرهم، ممكن يكون فرد الحمام الواحد طوله يصل لحد 60 سنتي، يعني فرد حمام قد السلاكة دي. انا شفت ما شاء الله حمام في المعارض كان فرد الحمام واقف في السلاكه ما شاء الله جايبها من اولها لاخرها، تمام كده في الحمام الروماني ده، وموجود عندنا هنا في مصر واسعاره هنا في مصر مش عاليه، وهعرفك الاسعار في الاخر. فطبعا يا جماعه زي ما قلت لكم الحمام الروماني موجود من زمان جدا، بس بيتم تطوير الحمام على مر الزمن على مر العصور. في دول بتبدا ان هي تمسك نوع الحمام دوت وتشتغل عليه ويتطور فيه السلاله بتاعته وتطور في الحجم والشكل بتاعه. فطبعا تم تطويره في فرنسا وتم تطويره في المانيا وتم تطويره في اوروبا وتم تطويره في امريكا لحد ما اصبح بالشكل اللي احنا بنشوفه حاليا ده. طبعا دلوقتي الحمام الروماني معروف في دول العالم كلها وموجود عندنا هنا في مصر، منه البيور وموجود منه الخليط. فالخليط عندنا هنا في مصر داخل مثلا على حمام رومي او على حمام انواع تانية، فبدا ان هو يظهر معانا بحجم اقل فبيتسمى الحمام الرومي، تمام كده. فالحمام الروماني البيور ليه صفات اساسيه زي الحجم الكبير جدا، طبعا خشونه فرد الحمام، يعني فرد الحمام وشه خشن، ليه جفون عريضه وخشنه، ممكن يكون جفونه لونها اصفر وخشنه وتقيله او جفونه لونها احمر، وبيكون فرد الحمام عظمه ومناخيره تخان مش رفيعين، فرد الحمام بيكون حجمه كبير جدا ورجليه خشنه وقويه وتخينه. فده الحمام الروماني البيور. وطبعا اسعار الحمام الروماني البيور في مصر هنا بتتراوح معاك من 2000 ونص لحد 5000 و6000 و7000 جنيه لجوز الحمام الروماني، تمام كده. فكل ما كان فرد الحمام حامل صفات افضل وحجم اكبر والمواصفات بتاعته كلها موجوده فيه، كل ما كان سعره اغلى ويكون فرد الحمام دوت فيه طلب عليه اكتر، لان هو بيكون قليل جدا ونادر جدا جدا، تمام كده. فطبعا الحمام الروماني البيور بيكون حجم فرد الحمام زي ما قلت لكم ممكن طول فرد الحمام يوصل ل 60 سنتي و 70 سنتي طول فرد الحمام بالكامل. طبعا ريشه طويل جدا يا جماعه، لو فرق جناحينه الاثنين كده بيوصل طوله لحد 120 سنتي، تمام كده. انت متخيل 120 سنتي؟ يعني قد سلكتين من اللي ورايا دول جنب بعض، ده فرد الحمام هو فارد جناحاته الاثنين، تمام كده. طيب بيحتاج ايه عشان يشتغل او يتزاوج وينتج؟ بيحتاج سلاكات حجمها كبير جدا او ان هو يشتغل سايب على الارض. بيحتاج على الاقل سلاكة حجمها حوالي متر او متر وعشرين سنتي، تمام كده. جوز الحمام الروماني البيور الحجم كبير جدا بيحتاج سلاكة عشان يشتغل فيها متر او متر وعشرين سنتي، متر في متر او متر في متر وعشرين سنتي. طبعا بينتج في السنة من 5 عشوش برضو لحد 7 عشوش، وممكن ازيد من كده او اقل من كده على حسب اهتمامك انت بالحمام وبالتغذية بتاعته، تمام كده يا جماعة. فده كان فيديو النهاردة عن اضخم نوعين حمام في العالم، يا رب نكون استفدنا واستمتعنا بالفيديو ده. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد، وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاجه موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.